Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ulumikum. Syekh karara bizikri ibnil Arabi. Limadha lam nu'awil qawla ibni Arabi kan Nawawi wa Syekh Zakaria al-Ansari huwa aslam wa ahwat min takfirihim. Khususan anna ahlu sunnah wal jamaah la yasalu alaihim takfiru ahlil qiblah. Hadhihi soal awal. Athani huwa ahammu soal Syekh. Akhuna fi Urdun wal wa Egypt wa Saudi wa ghairi biladi timur tengah bumi bahasa Arab. Syariah. Lima la lam yu'inu akhuna fil Gaza. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Syukran ala jawab. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah. Soalan muhimman. الحقيقة إنه السؤال الأول، أنا أولا ابن عربي أنا لا أكفره، كل من ادعى أنني أكفر ابن عربي فهو كاذب علي، حتى لو كان شيخ الأزهر. كل من قال إنه أنا أكفر ابن عربي، أنا لا أكفر ابن عربي أبدا. أنا أقول إن ابن عربي صدرت عنه بعض المسائل المخالفة لأهل السنة والمخالفة للقرآن، أنا أقول هذا. لكن أقول إن ابن عربي كغيره من أهل الإسلام من المتأولين، لا يقصد تكذيب القرآن، ولكنه أخطأ، لكنه أخطأ. عدم قصده لتكذيب القرآن لا يعني أنه لم يخطئ. عندما نتكلم على المعتزلة، المعتزلة أخطأوا، صحيح؟ نتكلم على ابن تيمية، ابن تيمية أخطأ، صار الآن معروف أنه ابن تيمية أخطأ الحمد لله. هل معنى أنه أخطأ معناه أنه كفر؟ لا، بارك الله فيك. أنا أقول إن ابن عربي أخطأ. بعض المشايخ للأسف صار القول عندهم بأن ابن عربي أخطأ تكفير، إما لابن عربي أو للمخطئ ابن عربي. الإشكالية صارت ليست عندي أنا في الحقيقة، كل من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من هو سوى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يخطئ كما يمكن أن يصيب. أنا كل ما أقوله إن هناك مجموعة من المسائل في كتب ابن عربي في الفصوص والفتوحات، وإذا أحببت أنا أعدد لك هذه المسائل الآن، وأنا تكلمت على بعضها كتحول العذاب إلى عذوبة، كقوله بإيمان فرعون، كقوله بأن سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء، سيدنا إبراهيم ما عبر إبراهيم الرؤيا، يعني ما فهم ما رأى، هذا مش أنا اللي قلته يا شيخ، هذا موجود في فصوص الحكم. هل يحق لإنسان مسلم ولي أن يقول عن سيدي وأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه رأى رؤيا ولم يفهمها؟ أنا عندما أقول إن ابن عربي أخطأ في هذا، أنا اللي بكون كافر؟ أنا الذي بكون مخطئ؟ ابن عربي هو الذي أخطأ. يجب علينا أن نقول إنه ابن عربي تأويله لهذه الآية، ما زلت أنا حتى الآن أقول إنه تأويله لهذه الآية، ما بقول إنه تكذيبه لهذه الآية. لو وصلت بي المرحلة إنه أقول إنه كذب بهذه الآية لكفرته، لكن أنا لا أكفره، أنا ما زلت أعتبره أنه مسلم أخطأ. ما بال المشايخ، بعض المشايخ يرفضون أن يخطأ ابن عربي ويقبلون أن يخطئوا بعض الأحاديث الواردة في صحيح البخاري ومسلم،
ما بالهم هل ابن عربي معصوم؟ أبدا ليس معصوما. لست أنا الوحيد الذي قال إن ابن عربي أخطأ. أعد لك، من قال أن هناك إجماعا على قبول ابن عربي فهو مخطئ. ما بديش أحكي أنه كاذب، لا أريد أن أقول أنه كاذب، أقول أنه مخطئ. إليك الدليل. علاء الدولة السمناني معاصر لتلميذ العربي القونوي خط ابن عربي وقال بأن كلامه أقرب إلى الزندقة. علاء الدولة السمناني معروف من هو، أحد أكابر النقشبندية، مش سعيد فورة، الإمام ابن حجر ابن حجر العسقلاني كفر، حكم بكفر ابن عربي. العلاء البخاري، محمد ابن محمد العلاء الدين البخاري تلميذ الإمام سعد الدين التفتزاني كفر ابن عربي. مش فقط خطأه، البقاعي صاحب التفسير كفر ابن عربي. انظر في كتاب القول المنبي للإمام السخاوي الحافظ المحدث المؤرخ، 500 صفحة يذكر فيها مئات العلماء من كل المذاهب الفقهية، الأحناف والشافعية والمالكية والحنبلية، يخطئون أو يكفرون أو يبدعون ابن عربي. لو أردت أن أعدد لك أخي الكريم من خطأ ابن عربي لن تنتهي ليلتنا. أي شيخ يتجرأ ويقول بأن ابن عربي أجمعت الأمة على قبوله فهو كاذب على الأمة. أي شيخ على ظهر هذه الأرض يقول بأن الأمة أجمعت على قبول ابن عربي فهو كاذب على هذه الأمة، كائنا من كان، لأن الأمة ما زالت مختلفة في ابن عربي. أريد أن أضرب لك ما دام الموضوع قد فتح. الإمام الشعراني، هل يوجد واحد يحب ابن عربي أكثر منه؟ لا يوجد. ماذا فعل الشعراني في كتب ابن عربي؟ هل قبيلها كلها؟ بربك، هل قبيلها؟ أم اضطر للقول بأن بعض ما هو موجود في كتبه مدسوس عليه؟ هو ليس مدسوسا عليه أو مؤول، لا يمكن لأحد تأويله، لكن الشعراني لم يقبل هذا الكلام. يقال هذا الكلام مخالف للكتاب والسنة، لا أريد أن أقول عبارات أكثر من ذلك. ولذلك لا يمكن لابن عربي أن يقوله، ابن عربي قاله، لكن الشعراني لشدة حبه بابن عربي لم يستطع التصديق بأنه قاله، إذ كيف يصدق بأنه ابن عربي وهو يزعم لنفسه بأنه خاتم الأولياء بلا برهان، لا من كتاب ولا سنة، بلا برهان، لا من كتاب ولا سنة. لا الرسول قال صلى الله عليه وسلم إن ابن عربي خاتم الأولياء، ولا جاء في القرآن إن ابن عربي خاتم الأولياء، ولا يوجد أصلا مفهوم ختم الولاية في الديانة الإسلامية، لمعلوماتك لا يوجد أصلا مفهوم ختم الولاية في الديانة الإسلامية، يوجد مفهوم ختم النبوة، مش ختم الديانة، ختم الولاية عفوا. الأولياء لن يزالوا موجودين في الأمة الإسلامية، لا يوجد واحد البيج بوس في الأولياء. ابن عربي يريد أن يجعل نفسه ختما للولاية. أحكي لك أكثر عن مفهوم ختم الولاية حتى تعرف لماذا أخطئ ابن عربي. اسمع، أنا أتمنى من المشايخ الذين يتكلمون عن ابن عربي ويقولون من يعترض على ابن عربي هذا جاهل، الإمام التفتزاني جاهل، الإمام علاء الدين البخاري
شيخ المشايخ في عصره اللي كان ابن حجر العسقلاني عندما يجلس علاء الدين البخاري يكون رئيس المجلس علاء الدين البخاري، هذا جاهل نقشبندي. الإمام السرهندي جاهل، الرفاعية كلهم جهلة، عيب هذا الكلام يا مشايخ. الشيخ أحمد زروق جاهل الذي قال لا نستطيع الحكم في قواعد التصوف بالنص، يقول لا نستطيع الحكم على ابن عربي بأنه في أعلى مراتب الولاية، كما لا نستطيع الحكم عليه أنه زنديق، والأصل هو التوقف في شأنه. مش من عندي هذا الكلام، الشيخ أحمد زروق في كتاب قواعد التصوف أعتقد كما أذكر في القاعدة رقم 68، إذا إن لم تخن الذاكرة، هسا إذا طلعت في 69 أو 70 بيحكوا شوف الشيخ سعيد كيف أخطأ، يتركون كل شيء ويقولون شوف كيف أخطأ في رقم القاعدة. إن شاء الله أكون مصيب في عد القاعدة يا شيخ، يمكن 68 أو 72، لكن قال هذا الكلام، وأنا ذكرت هذا الكلام من أكثر من 15 عاما. الشيخ أحمد زروق قليل أدب، الشيخ أحمد زروق جاهل، عيب هذا الكلام يا مشايخ. نحن نبين مذهب أهل السنة، نحن ندعو لمذهب أهل السنة الأشاعرة والماتريدية. أنا من أكثر الناس الذين ردوا على الوهابية في الأردن وفي مصر وفي بلاد الشام وفي ماليزيا وفي كل البلاد، لما كان لا يستطيع أحد أن يقف في وجه الوهابية. أنا أقول أخي الفاضل، ابن عربي أخطأ في مجموعة من المسائل. واحد يقول الشيخ سعيد فودة يكفر ابن عربي، أنت كاذب، أنت كاذب. أنا أقول ابن عربي أخطأ غصب عنك، هو أخطأ. لن تستطيع أنت ولا شيخك ولا مشايخ مشايخك بناء على التسليم بهذه المسائل التي ذكرت مجموعة منها أن تنفي الخطأ عن ابن عربي. أنا ذكرت ثلاثة مسائل فقط، أستطيع أن أذكر لك 25 مسألة من مسائل ابن عربي هم قد لا يعرفونها، هؤلاء الذين يدافعون عن ابن عربي، أنا أقول لك هم قد لا يعرفونها، تمام؟ ابن عربي أخي الفاضل يقول المعارف العليا الإلهية العليا الأرفع الأرفع لا يعرفها خاتم النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من مشكاة خاتم الولاية اللي هو حضرته بربك. هل هذا هو الدين الإسلامي؟ بأي دين جاء هذا الكلام؟ المعارف الإلهية الأعلى اللي هي عنده وحدة الوجود، ولو أحكي لك إيش هي وحدة الوجود ستتعجب، أصلا ستتعجب. المعارف الإلهية الأرفع لا يعرفها خاتم النبوة وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من مشكات، يعني من نافذة خاتم الولاية اللي هو ابن عربي بربك. هل تجيز لنفسك أن تسمع هذا الكلام وتقول لا يجوز تخطئته؟ من خطأه فهو قليل أدب، عيب هذا الكلام يا مشايخ، عيب. احنا بنتكلم بعلم. ابن عربي لم يزل مختلفا في شأنه منذ عرفت كتبه حتى الآن. أهل السنة نحن ندعو إلى مذهب أهل السنة يا مشايخ، ندعو إلى المشاعرة والماتريدية، حتى الأقوال الضعيفة من كلام الأشعري نحن لا ندعو إليها، لا ندعو إليها، فما بالنا الآن صرنا ندعو إلى تبجيل ابن عربي وهو محل خلاف عند أهل السنة بالاتفاق، منهم من كفره
ومنهم من بدع، ومنهم من قال هذه الكتب مدسوسة عليه مثل الشعراني ومحبيه، ومنهم من قال لا بد من تأويلها، مختلف في شأنه. فيؤتى يأتي واحد ويقول أجمعت الأمة على قبول الكبريت الأحمر. أي كبريت أحمر هذا الذي أجمعت عليه الأمة يا شيخ؟ تعرف لماذا هو كبريت أحمر؟ لأن الكبريت الأحمر هو معدن نادر غير موجود بكثرة، غير معروف عند أحد إلا النادرين. ليش كبريت أحمر؟ لأن آراءه الشاذة لم تصدر إلا منه. هاي معنى الكبريت الأحمر عندي. وليس معنى الكبريت الأحمر كما يوهم كثير من الناس أنه لم يأتي في الأمة الإسلامية مثله، كذبوا، بل أتى من هو أفضل منه. اعذروني، في مجلس من المجالس كان يحضره بعض القضاة والمفتين وعمداء الجامعات، ومعظمهم أحياء، معظمهم، لأن واحدا منهم توفي رحمه الله. أحد المشايخ وأنا جالس يقول لم يوجد، قال يقول كل عفوا يقول ابن عربي الحاتمي أعلم من أهل كل فن بفنهم. سمعت هذه المقولة؟ أكيد سمعتها، ما دام بتحب ابن عربي وبدك. أعلم ابن عربي أعلم من أهل كل فن بفنهم. أنا ظننته يحكيها هكذا على سبيل المجاملة، يعني كمن لو قال لم يرى مثل نفسه، هيك على سبيل المبالغة يعني. لكنه كرر مرة ومرتين وثلاث وأكد على أنه يريد الحقيقة منها. قلت له يا شيخ أين أنت بربك، هل تقول إن ابن عربي في الفقه أعلى من الشافعي؟ قلت له لا أريد أن أقارن ابن عربي بالشافعي كما قارن بعض المشايخ ابن عربي بالشافعي. هل تقول إن ابن عربي أعلم بالفقه من الإمام النووي وهو مقلد في المذهب؟ لا ورب الكعبة، ليس ابن عربي أعلم بالفقه من النووي، ولا أعلم بالفقه من أبي حنيفة، ولا من القاضي أبي يوسف، ولا أعلم بالفقه من الإمام مالك إلى آخره. قلت له وهو ساكت، قلت له هل تقول إن ابن عربي أعلم بعلم أصول الفقه من الفخر الرازي والآمدي والعضد وابن الحاجب ليس أعلم من واحد منهم يا شيخ؟ هل تقول إنه أعلم بالنحو من سيبويه أو من ابن مالك أو من ابن هشام أو من أبي حيان أو فلماذا تقول إنه أعلم من أهل كل فن بفنهم وتريد أن تلزمنا بالحجة كأنه إذا قال قولا على جميع الناس أن يخرسوا؟ ما هذا الغرور؟ ما هذه الحماقة؟ عيب هذا الكلام، عيب. ممكن هذا الكلام يقال على سبيل المجاملة المبالغة، لكن أن يقال على سبيل الإفحام وإسكات الناس عن أن ينتقدوا ابن عربي، لن يكف الناس عن انتقاد ابن عربي، تمام؟ وهذه الدعاوى الفارغة التي تصدر هنا وهناك والتبجح الزائف لن يسكت عنه. ابن عربي يجب أن يرجع إلى خيانته وإلى مكانته، أنه محل خلاف عند أهل السنة، وهكذا يجب أن يبقى، ويجب أن يرتفع علم أهل السنة المتفق عليه، المعارف المعتبرة عند أهل السنة، لا أن يوضع أهل السنة هكذا ويوضع ابن عربي فوقهم، لن يسمح بذلك. هؤلاء الذين ينادون بذلك يجب أن يعاودوا النظر، لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، لن يتم السكوت على ذلك. نحن أنا شخصيا لا أكفر ابن عربي، أنا صار لي أكثر من 25 سنة أرد على ابن تيمية،
لم أكفر ابن تيمية في موقف واحد. السلفيون والوهابية طوال هذه السنوات كانوا يقولون سعيد فودة يكفر ابن تيمية كذبا وافتراءا. الآن تعاد الحالة نفسها، لكن من أتباع ابن عربي ومن مدعي التصوف يكفرون ابن عربي. لا، أنا أخطئ، ابن عربي غيري كفره، نعم غيري كفره، ومن أئمة وأنا لا أذكر إذا ذكروا غيري كفره، لكن أنا حتى الآن لا أكفر ابن عربي، حتى الآن لا أكفر ابن عربي ولا أريد أن أكفر ابن عربي. أريد أن يعلم الناس أن هناك إشكالات في كتب ابن عربي لا يجوز أن تلزم بها الأمة، خلاف الكتاب وخلاف السنة، ولا يجوز ترويجها بين العامة والخاصة. يجب أن يعود ابن عربي كما هي فتاوى العلماء في كتب الفقه. يحرم قراءة كتب ابن عربي، ليس لأنها أعلى منزلة وأعلى مرتبة لا نستطيع أن نفهمها، بل نستطيع أن نفهمها ونعلم ما فيها من أخطاء ونعلم ما فيها من حسنات، لكن يحرم كتب ابن عربي لما فيها من إشكالات وأخطاء تفسد عقائد الأمة، لا لأن فيها معارف وعلوم لا يعلمها إلا الخاصة، لا يوجد هناك خاصة وعامة، لا يوجد أسرار في الدين الإسلامي أيها الأخ الفاضل، أوهام. أنا أقول لك وستسمعها مرة تلو مرة من المخالفين والذين يشنعون علي، سعيد فودة يكفر، كاذبون، أنا لا أكفر ابن عربي، ولست خائفا منهم إذا كنت أكفره. أنا أتعبد الله في أن أقول إن ابن عربي مخطئ وأنه مخالف لأهل السنة ومخالف للكتاب والسنة، ولكني أقول لم يقصد بأن يكذب الله ورسوله. حتى الآن أرجو من هؤلاء أن يحترموا أنفسهم ويحترموا أهل السنة الذين ينتسبون إليهم، إذا كانوا فعلا من أهل السنة عليهم أن يرفعوا علم أهل السنة مش علم ابن عربي. انظر ابن عربي في كل كتبه يرد على الأشاعرة بالاسم من أول كتبه إلى آخرها، طلابه تلاميذته مدرسته تستحقر مذهب الأشاعرة أصلا، يقولون هؤلاء محجوبون مغفلون. الإمام الغزالي عند ابن عربي لم يصل أصلا لأنه لم يعترف بوحدة الوجود. لا أريد أن أقول لك الألفاظ التي يصفه بها ابن عربي، يصف الإمام الغزالي، لا أريد الآن أن أقول هذا الكلام. ابن عربي يا إخي عنده مشكلات، أرجوكم أن تفهموا هذا، أرجوكم، أرجو من كل شيخ من المشايخ الذي يحترم عنده احترام أدنى احترام لأهل السنة أن يفهم إنه ابن عربي عنده مشكلات. علينا أن نعترف أن ابن عربي عنده إشكالات، سواء هو كتب الكتب أو لم يكتب الكتب، إحنا عندنا كتب منسوبة لابن عربي وهي مطبوعة على فكرة مأخوذة من خط ابن عربي، لا يوجد أي دليل على الدس، لا يوجد ولن يوجد، لكن يا سيدي أنا أعترض على الكتب المنسوبة لابن عربي، هذه الكتب التي صارت تطبع وتوزع وتشرح على أيدي بعض المشايخ في مصر وفي غير مصر وتوزع بين العامة على أساس أنه هذا هو الأولياء. بعض المشايخ الذين سفهوا أنفسهم يقول إن فرعون مات مؤمنا بربك، كم واحد من علماء الأمة قال إن فرعون مات مؤمنا بربك، بالله العظيم الذي خلقك وأنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تجد في القرآن الكريم أن فرعون كافر ملعون في الدنيا وفي الآخرة؟ ألا تجد ذلك؟ طيب كم واحد قال إنه أن فرعون مات مؤمنا؟ واحد بس، واحد تعرف أنت. هذا الذي سفه نفسه ويروج
نفسه على أنه عارف ومكاشف ولا يتكلم إلا بإذن. ابن عربي جديد ما شاء الله لا يتكلم إلا بإذن. يقول: أتعرفون من هو الذي يقول إن فرعون مات كافرا؟ هؤلاء هم الوهابية. عيب يا شيخ، الوهابية صاروا هم الذين يقولون بأن فرعون كافر؟ الله الذي يقول ذلك، سيدنا موسى هو الذي يقول ذلك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، أهل السنة قاطبة يقولون ذلك. وأتعرفون من هو الذي يقول أن فرعون مات مؤمناً؟ هم أولياء الله. أي كذب هذا؟ وأي دجل هذا يا شيخ؟ هل نريد نحن أن نعلم الناس وعامة الناس هذه الخرافات؟ انحرافات عن كتاب الله هذا. بعد ذلك يوجه السؤال لي أنا، لماذا أعترض على ابن عربي؟ بدل أن يوجه السؤال لهم هم، لماذا تنصرون مذهب هذا الرجل وأنتم تعرفون أن علماء الأمة كلهم اختلفوا في ابن عربي، منهم من قبله ومنهم من كفره ومنهم من أول كلامه ومنهم من قال بكذا، اختلفوا احتاروا فيه. تجعل هذا الرجل الذي هو محل نزاع أصلا تمتحن الناس به بربك، هل هذا يجوز؟ لا يحق يا شيخ، ما بيصير. اعذرني لكن فعلا أمر يقشعر له البدن، انقلبت الأمور يا شيخ. أهل السنة هم الذين يجب أن نحترمهم، المذهب المعتمد عند أهل السنة هو الذي يحترم، أي شيء خلاف ذلك لنتركه موضع بحث يا سيدي. أما تشنيع على من خالفه واتهام بأخلاقه وبعلمه وبتقواه واستهزاء كما يفعل الصبيان، لا يصح هذا الكلام. إحنا ما صدقنا يا شيخ إن نخلص من الوهابية يطلع لنا هؤلاء، عيب. إحنا ما صدقنا إنه نرجع نحكي الأشاعرة والماتريدية يا شيخ. يأتي من يقول شو دخلنا بفرعون مؤمن؟ صرت أنا أمتحن بأنه لازم أقول فرعون مؤمن ولا يجوز؟ إذا قلت أنه فرعون كافر أنا وهابي صرت؟ هل أنا أصبح وهابيا على رأي هذا السفيه؟ عيب يا رجل، عيب والله عيب. والمشكلة أنه لا نجد المشايخ يردون، لا كلهم صامتون سكوت، وإذا رددنا بعضهم يكفر ابن عربي. أنا لا أكفر ابن عربي كما لم أكفر ابن تيمية. أنا الذي أعلنت أنني لا أكفر ابن تيمية. كثير من الأشاعرة حتى زعلوا مني، قلت لهم هذا مبتدع، هذا من أهل القبلة، هذا لا يريد، لا يقصد تكذيب الله، هذا إنسان جاهل انحرف. وما زلت عند قولي وأقول هذا القول في ابن عربي. لا، هم يريدون التشنيع عند العامة فقط لمآرب سياسية. يكفر ابن عربي؟ لا، هو يكفر الصوفية، صار شتان بين الصوفية. صوفية أهل السنة هم الصوفية المعتمدون المعتبرون، رجال القشيرية والكلابادي. لقد بح صوتي وأنا أقول هذا الكلام، كررته مئات المرات، لا يريدون أن يسمعوا. أقول إن تصوف ابن عربي عنده خطوط استفهام. هذا الذي أقوله. أنا لا أقول إنه ابن عربي ليس صوفيا، ولا أقول إنه ليس عالما، أقول إنه عالم ولكنه أخطأ، صوفي ولكن عنده انحرافات. هذا كل ما أقوله. هل بهذا أكون كافرا؟ هل بهذا أكون قليل أدب؟ أبدا يا شيخ. أي واحد عنده القدرة على أن يثبت خلاف ما أقول حياه الله، أهلا وسهلا، حياه الله بالعلم مش بالكلام استخيف. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد. اعذروني إن استرسلت، اعذروني إن يعني تكلمت بهذه الطريقة، لكن والله من 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 مما رأيت ومما أرى الأمر لم يعد يطاق يا شيخ.
وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم، وأن لا يكونوا سببا في فتنة بين المسلمين. أنا كل ما أقوله علينا أن نتمسك بمذهب أهل السنة. هل هذه فتنة؟ اتركوا ابن عربي في مجاله، من يحبه فليحبه، لكن لا يفرضه علينا. هل هذا فتنة؟ هذا هو عين الحكمة. لكنهم يأبون إلا أن يجعلوا ابن عربي هو الحاكم بأمر الله كما يريد هو لنفسه. أنا لن أعترف بهذا. أنت إذا أحببت أنت حر، سيحاسبك الله، والله سبحانه وتعالى يوفقنا. Baik, santri-santri dan tunggu-tunggu sekalian. Ini mungkin kalau diterjemahkan bisa jadi satu buku. Jadi saya kasih poin saja. Poin pertama dari pertanyaan Tunku Yang Mulia Tunku Wahyu adalah bahwa Syekh Sa'in Abdul Latif Hodah tidak mengkafirkan Ibn Arabi. Ibn Arabi adalah Hatimi, dan orang-orang yang mengatakan bahwa telah terjadi ijma' bahwa Ibn Arabi diterima perkataan dan buku-bukunya oleh orang Islam, orang yang mengatakan ini bohong. Jadi Ibn Arabi masihlah diperdebatkan, bukan kealimannya, tapi ajaran-ajarannya masih diperselisihkan antar ulama. Ada ulama yang menyalahkan beliau, ada ulama yang mengkafirkan beliau, ada ulama yang membid'ahkan beliau, di antaranya Alauddin Al-Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Inilah yang dapat saya simpulkan dan dapat saya terjemahkan. Mungkin ada kesalahan dan sangat banyak kurangnya, dan yang penting Tunku Wahyu paham ya. Alhamdulillah. Barakallahu fi bimish udurni faqat hatta adzakkar al-faqih ash-shahir al-yamani ba makhrama. Nah. Ahad alladhina kaffaru ibn Arabi. ابن المقري صاحب روض الطالب أحد الذين كفروا ابن عربي. هل هم قليلون أدب هؤلاء؟ هل هؤلاء جهلة؟ لا يصح أن يقال هذا. هؤلاء أهل علم، يجب أن يحترم قولهم ويسألون ما الدليل، مش أن يشن عليهم ويقول أنتم قليلون أدب. لا يصح أن يصبح الكلام بهذه الطريقة. الكلام مش مع سعيد فودة، الكلام مع كل هؤلاء العلماء. يجب أن نتذكر هذا. طيب. Ya. Jadi bukanlah Syekh Sa'in Fawda. Bahkan kita fikih kita pun mengatakan hal yang sama. Bahkan Ba Makhramah, Ibnul Muqri Al-Yamani Az-Zabidi, pengarang Raudhatut Talib, Mukhtasar Raudhatut Talibin juga mengatakan hal yang sama tentang keharaman dan kekafiran Ibnu Arabi. Maka ini agak panjang dan kita pangkas saja ke kesimpulan tadi bahwa dan Syekh juga mengundang tunggu-tunggu sekalian yang ingin membuktikan kepada beliau bahwa penyalahan beliau terhadap Ibn Arabi adalah salah, silakan dibuktikan sendiri sebentar lagi. Yani tafadhal, yani law kan yani lam yuwafiq tafadhal. Hayyakumullah. Hayyakumullah. Tafadhal. Al-an aw ba'da al-an, la iskal. Ay. Ma fi ay mushkilah. Tapi ini karena adik-adik besok pagi ada ngaji lagi, ya kita sudahi sampai di sini. Saya sebagai penerjemah mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wa ana aqul laka min al-an wa lakum jami'an. Ana aqul ay wahid yastati' an ya'tarid bi'ilm falyatafaddal. Wa aquluha min al-an, lan yastati' ahad an ya'tarid bi'ilm wa lan yajra ahad min ha'ula' أن يقف أمامي ويواجهني. لن يجرؤ، والمجال مفتوح أمامه. مجال شيخ من نقوله إن شاء الله. Ya, karena banyak sekali Syekh sudah mengumpulkan 20 masalah yang ada dalam Futuhatul Makkiyah dalam Fususul Hikam, masalah-masalah yang Ibnu Arabi sampaikan dalam kitab tersebut yang menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya Fir'aun mukmin, malaikat bahkan derajatnya sangat tinggi, tahawul azab ila udhuba, tentang selamatnya orang-orang yang sudah masuk, orang kafir yang masuk surga, fana neraka, dan tentang hal-hal yang menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah.